حروح للناصرية. السيد قتيبة الموسوي اللي ساكن قضاء الشطرة تابع للناصرية صار له 3 أيام وضرب عن الطعام بسبب سوء الخدمات. كاميرا أهل المدينة التقت به وتعرفنا على تفاصيل الإضراب والتقينا به وراح نشاهد هذا التقرير. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الشرقية متابعين برنامج أهل المدينة. نياكم اليوم من قضاء الشطرة من قرية آل بهلالة شمال مدينة الناصرية ومن منزل السيد قتيبة الموسوي الذي أضرب عن الطعام منذ 3 أيام بسبب تردي الواقع الخدمي في منطقته. سيدنا، ما هو سبب الإضراب عن الطعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد مثل ما قلت هو تردي الخدمات، لكن ليست الخدمات يعني خدمات كخدمات، وإنما اللي جاي يحصل بموضوع الخدمات. يعني مثلا في موضوع المي مدوا شبكة أنابيب لمسافة بقيمة تقريبا كلفت 1 مليار دينار، وصل المي والحمد لله ويصعد لمسافات عالية، وإذا بين ليلة وضحاها انقطع. من تجي تسأل يا بي ليش انقطع، أول شيء لا تجد الجواب الصادق، ما حد يجاوبك جواب صادق. والشيء الثاني لما تتأكد تلقى أنه يا والله مأساة، يعني متاجرة بإنسانية المواطن. أحد الأخوة مواعد ناخبي أنه يقدم لهم المي، ففتح لهم من هذا المخصص التندر المخصص للتذكرة، فتح للتذكرة أخرى لأنه ذولا وعدتهم بالانتخابات يوفر لهم المي، أما على حساب الباقين هاي مو مشكلة، أنه هو يفي لي. موضوع الكهرباء محولة أصلا هي من جابوها مستهلكة وليست مستعملة، صلحوها وجابوها. طيب محولة هاي تيجي مدير كهرباء شمال ديقار هو شخصيا وقف قال هاي المحولة شلون صالحة شلون تشتغل. يعني أنا أستغرب هذا المنطقة، أستغرب والله. يتصل بمدير كهرباء ناحية النصر احنا تابعين عليها، قال له هاي الكهرباء شنو هاي المحولة تتبدل زين وتزرع لهم بعد مسافة عنها 150 محولة، هاي قبل الانتخابات بيومين تنصب لهم محولة أخرى على بعد مسافة 150 متر. وثلاثة أيام نروح له يسألني السكرتير الشخصي مالته يقول لي أنتم أستاذ من أي طرف جايين؟ إذا كنا نجي من أطراف فأنا أخبرك من هسه أقول لك أنا ابن العراق وأتحداك إذا ما تصلح إذا ما تستبدل المحولة خلال 24 ساعة راح أعلي سقف المطالب وأطالب بإقالتك من منصبك. وإحنا قابلناه بالمقابلة الثانية يتصل بمدير الكهرباء النصر أيضا لأن يعني قلت لك إحنا تابعين لهم، يقول له خصص له واحدة من 10 محولات. لما أروح لعشر محولات نلقاها مخصصة لعشر أماكن أخرى تخص الأرياف على ما أعتقد. لا يا أستاذ إحنا أخلاقنا ما تسمح لنا أنه ناخذ كهرباء على حساب غيرنا، ذاك هم مواطن عراقي وأنا أعرف الله يقول لا فرق بين عربيين وعجميين، كيف بيني وبين أخوي العراقي اللي قريب عليه؟ لا أستاذ هاي مو أخلاقنا. أنا صار لي أضربت سابقا واستجاب مجلس البلدي ووفر لنا المي الحمد لله والشكر، والان اليوم الثاني المتواصل علما انه انا الاضراب مساله يعني مهلكه بالنسبه لي. انا مصاب بالسكر من 33 سنه وكل اعضاء جسمي تعبانه من السكر. كنت اتصور نفسي اقاوم بس الظاهر بدا جسمي ينهار، يعني بديت احس بالتعب، لكن مع هذا راح ابقى حتى اذا متت. وارجو ان تحتفظون بهذا التسجيل، اذا متت انا احمل رئيس الوزراء الحالي لأنه رجل يعني مع الأسف خيب أماننا، وأحمل الحكومة المحلية اللي يحصل لي. الناس بعد أن أيست من تظاهرات واعتصامات وتروح وتناشد يعني اضطرت أن تلجأ إلى أساليب أخرى عسى ولعل يحسون، وهو موضوع الإضراب عن الطعام. لأنه يعني نعرف إحنا يعني البلدان الأخرى تتحرك، لكن إحنا عندنا للأسف يعني الرجال مريض وعنده سكر وهو مو نفسه فقط،
يعني يجوز هو متمكن يجوز يحط له مولده، لكن هو من اجل منطقته ضحى بنفسه وهو مريض بالسكر، ويقول انه انا ما اقدر يمكن اقاوم لاني يعني العمر الى طبعا اكيد الى وضعه، والمرض ايضا يعني مؤدي بشكل كبير. احنا حتى يعني نشوف شنو المشكله، يعني معقول احنا ما قادرين نصلح محوله او نجيب جديده واحنا بلد يعني غني ما شاء الله علينا؟ احنا ينضم لنا سيد نعيم ياسر مدير توزيع كهرباء الناصريه حتى يحكي لنا، يعني يعرفون بالقضيه، سامعين بالموضوع، اكو مشكله معينه نوصلها الى وزاره الكهرباء في بغداد حتى تحل القضيه. مرحبا سيد نعيم. اهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله سيد نعيم. يعني سامع انه هناك شخص قد اضرب عن الطعام بسبب سوء الخدمات، خاصه موضوع الكهرباء، يعني محوله في منطقتهم في قضاء الشطره عطلانه ولحد الان، والناس يعني عايشه الامرين واحنا في فصل الصيف. عندك علم بالقضيه؟ نعم نعم، عندي علم. هذا موضوع قديم من يوم الثلاثاء السابق. طيب. توجهت انا بنفسي الى هذه القريه، قريه البلاله في ناحيه النصر. طيب. تم اجراء كشف في حين يعني في مساء اليوم نفسه، يوم الثلاثاء اللي اضرب فيه سيد قتيبه. تم الالتقاء بالشخص نفسه سيد قتيبه. طيب. جلوس في داره. طيب. اسعفنا هذه القريه بمحاوله سعه 400 كيلو، تم استبدال المحاوله القديمه وتشغيل القريه في تقريبا توام الساعه 9 ليلا. نفس اليوم، ما هو صار له 3 ايام المضرب. انا زرت السيد قتيبة، هو طبعا مدرس قديم ايضا درس فيه سابقا. طيب. زرته بنفسي وجلست في داره بنفس اليوم، انهى اضرابه يعني عن الطعام في نفس. طيب. بعد كم يوم يعني من الاضراب عن الطعام؟ لا لا، مجرد ما سمعنا احنا الموضوع بالخبر ثاني يوم اعتقد، يعني لان الواجب ما كنا سامعين، لم يتم يعني طلب سابق من قبله، انه فقط سمعنا بالاعلام انه هو مضرب عن الطعام، فتوجهنا راسا للقريه في نفس اليوم، يعني في نفس يوم الثلاثاء. طيب يا سيد نعيم، يعني ليش الناس تضرب عن الطعام يلا يتم حل المشكله؟ يعني الموضوع صارت عاصفه هي في وقتها، والمفروض انه يوم ثاني تطلع دائره توزيع كهرباء الناصريه وتصلح الموضوع، يعني ليش خلينا نوصل الموضوع الى انه العفو الابرار مال العاصفه ما لها علاقه بهذا الموضوع، الابرار صلحت في حينها. طيب. اما معالجه الخلل. طيب. اللي يرجع عن مسجد قتيبه هو نتيجه التوسعات في القرى، تدرين طبعا هذه المحاولات منصوبه قديما. طيب. فكانت مقننه على اعمال معينه. طيب. عادة عندنا وخصوصا في شمال الناصريه معظم احمالنا احمال قرى، يعني معظم ناسنا اهالي قرى. طيب. فصير توسعات في هذه القرى، هذه المحاولات ما تسد حاجه المواطن. هو هذا جاي يحس المواطن على الاشتراك، للعلم طبعا سيد قتيبه غير مشترك رسمي. طيب المشكله اللي حكى عنها سيد قتيبه هل تم حلها؟ نعم. حاليا هسه المشكله اللي حكى عنها سيد قتيبه هل تم حلها؟ طيب ليش ما تم حلها سابقا؟ نعم، طيب ليش ما تم يعني حلها سابقا؟ ليش الا من اضرب عن الطعام؟ يعني احنا شنو كانت المشكله؟ شنو كان العائق؟ هل هو كان العائق هو اضراب الطعام؟ يعني من احد الاشخاص اضرب عن الطعام يلا فكرت فيه؟ يعني اكو مشكله، شوف هذه هو اتبع طريقه يعتبرها طريقه حضاريه طبعا. طيب. لان كل العلم بهذه المشكله، ولو كان بلغنا المشكله كان هذا الموضوع في حينها ايضا. سيد نعيم هو يعني قال قبل ما انا اضرب عن الطعام انا حاولت انه اوصل اكثر من مره، حاولت انه اناشدهم، حاولت انه انا اوصل الصوت، كان هناك كذب من بالموضوع من قبل المسؤولين، هناك يعني ضحك على الناس. العلم كان ما مضرب عن الطعام للمحاوله فقط، هو ايش كون قله الخدمات، طبعا القرى مثل القرى ما تغطي كل الخدمات، التسييق والماء واباق الخدمات، اما نحن في الكهرباء فمعالجاتنا سيئه جدا يعني. طيب هسه ماكو مشكله يعني احنا اهم ما في الموضوع حاليا انه انتهت المشكله؟ هذا اهم ما في الموضوع حالي، ماكو مشكله، يعني احنا بعد ما يخلص البرنامج راح نخابر سيد قتيبه نتاكد من الموضوع انه حلت المشكله تماما. انت انا زدت قيمه يعني قاعد تلعب قيمه طبعا انتهت الموضوع. نعم، يعني ان شاء الله احنا دائما تكونون تواصلوا مع المواطن، مو الا انه يوصل انه يضرب عن الطعام. شكرا سيد نعيم ياسر مدير توزيع كهرباء الناصريه، وان شاء الله تكون فعلا حلت هذه المشكله.